مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. هذا ان شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع ديال العلامات الاولى لظهور الحمل عند انثى الانب وكيفية التعامل معها. اذا كما كتشوفوا معايا عندي هاد النتوات هادو تبارك الله، راني لقحتهم، يعني كاينين اربعة النتوات، راه كاينه الاخرى هي خافت ودخلت، وكاينه هاد النتوات هادو يعني كيفاش كنعرفهم انايا ولدو يعني راهم حاملين. اول حاجه في السيمانه الاولى يعني من بعد التلقيح، يعني بيدو الناس اللي ما كيعرفوش يديروا الجص، يعني هادو علامات عينيه، حنا كنقولوا ماشي يعني هادي علامات نظريه، يعني كتشوفهم غير بالعين المجرد. كتبان لكم الانثى ولات مهدنه اولا، هادشي في السيمانه الاولى، يعني الاسبوع الاول. الاسبوع الثاني راه كتولي عدوانيه، كتولي الا مشيتي تقربتي لها، وخصوصا في الاسبوع الثالث. الاسبوع الثاني كتولي شويه عدوانيه، الاسبوع الثالث كتولي عدوانيه اكثر. بالنسبه للوزن ديالها راه كيزيد، ما كتبقاش يعني بالميزان العادي. كيبان لكم بلي راه هي واخا كتاكل الاكل العادي، كيبان لكم بلي زادت في الحجم، يعني كيولي ظهرها يعني متكامل، كتولي يعني عندها واحد شويه ديال الزياده حتى في الوزن. بالنسبه يعني الناس ديال بكري كانوا كيهضروا على الشعر ديالهم كيولي املس، يعني اي انثى كتكون يعني حنا كنقولوا مشعبشه، يعني كتكون الشعب ديال الشعر ديالها يعني مخسر، هذيك عرفوها راه ما حاملاش. اما بالنسبه لهاد الانثى انتم كما كتشوفوا معايا، يعني غير ما تهربناش، هيا شوفوا الشعر ديالها كيفاش داير، كيولي مرتب واملس، كيولي بحال اللي قطني. هاد الانثى ملي كتكون هكا وكتكون الزياده في الوزن مباشره كتكون حامل، كتكون عشار. القضيه ديال الناس اللي باغيين يعرفوا كيفيه الجص، وهو ضروري انكم تعلموا، كاين واحد الفيديو ديالي ديال في القناه ديالي على الجص. يعني كديروا واحد النفاخه عاديه كتنفخوها، وكديروا فيها واحد جوج حمصات ولا واحد جوج بلوطات ولا، وكتبقاو ديروا فيها واحد شويه ديال الماء، كتنص بالماء، وكتبقاو يعني نتوما كتمرنوا راسكم كيفاش كتقلبوا الانثى، يعني كان الكرش ديالها هي عباره عن واحد النفاخه، وانتم كترينيو عليها حتى كتوليو متمكنين. بالنسبه لـ 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 يعني الحمل، العلامات ديالو كاين عاوتاني واحد العلامه اخرى، هي الانثى ملي كنهزوها يعني بواحد الشكل عمودي ما كتبقاش تركل، الا شفتوها ما كتبقاش تركل عرفوها راها حامله، يعني كاين واحد الوزن راه تحت منها، يعني ماشي خاويه، يعني كتكون خاويه في الكرش ديالها كتبقى كتركل، الا كتركل عرفوها راه ما حاملاش، اما الا طلقت راسها لتحت عرفوها مسكينه راه هزات تقل وما قادراش تركل. اذا في الاسبوع الثالث كتبدا كاين العلامات اللي بحال هذا الشكل هذه، انا شفت مدير واحد الكشه هنايا هي حمراء دايرها لها، شوفوا شنو راها دايره، راها ناتفاها، نتفتها وكتجهز البيت ديال الولاده ديالها. شوفوا سبحان الله، هذه دابا باقا لها واحد الاسبوع ان شاء الله وتولد، وكتوجد هاد 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 يعني بحال الشكل ديال النمله اللي مذكوره في القران، انها كتبقى تجهز الاكل ديالها على طول السنه حتى هاد الانثى. شوفوا اشنو راها دايره، راها يعني كتبدا توجد بيت الولاده منذ الاسبوع الثالث. بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا لي كيفاش نتعاملوا مع الانثى وهي تهلاو فيها، انثى الارانب الحامل يعني العشار، حاولوا انكم تهلاو فيها. كيفاش تهلاو فيها؟ ممكن انكم تبقاو تعطيوها ثلاثه الوجبات، وهذه الوجبات من الاحسن تكون فيها الحلاوه، يعني ممكن انكم تعطيوها لقامه ديال اتاي اللي كتشيط عليكم، ممكن انكم تعطيوها لها. بالنسبه لليوم الاول تذكروا معايا ضروري انكم تديروا لها واحد اول بعد الولاده، ممكن انكم ديروا لها واحد المعلقه ديال العسل، عسل عادي، ممكن عسل رخيص، اللي ما عندوش العسل ممكن يدير غير السكر، ديروا لها مع الماء اللي كتشرب منه.
بالنسبه اليوم الاول كذلك ممكن انكم ديروا لها النخاله مع الماء دافي، يعني غير شويه ديال الماء دافي، بما حنا كنقولوا كتبربشوها بالماء، يعني كترشوها شويه بالماء وكتعطيوها لها، راه كتكون يعني كترد الصحه ديالها. بالنسبه للاكل تهلاو فيهم في هذه المده، هذه الناس اللي عندهم الانثى العشر، حاولوا انكم تعطيهم ثلاثه الوجبات. ممكن انكم تبقاو تعطيهم الذره كذلك مزيانه لهم، كدير الحليب. وفي هذه الوقيته هذه الناس اللي عندهم التفاف، نبته التفاف راه معروفه وراني ديما كنهضر عليها في القناه ديالي، حاولوا تعطيوها من اسبوع الاخر، الاسبوع الاخر بداو تعطيوها التفاف على اش، على حساب الحليب، باش انها دير الحليب وتولد بواحد الطريقه، منين تولد تهلا في الصغر ديالها باش يكتسبوا مناعه قويه ويكملوا معكم مزيان. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنظن انني وصلت لكم الرساله اللي نتوما باغيين تشوفوها. رمضان مبارك سعيد، حنا في اليوم الثالث. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. ما تنساو ناس بير زر جيم، حركوا صبعكم وتكيو على بديك يعني البوطونه ديال زر جيم، حاولوا انكم تكيو عليها باش تساندوني، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.